ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المهندس عبد الناصر المحميد رئيس مجلس بلدي المحرق. سعادة المهندس عبد الناصر، كيف تقرأ هذا القرار الذي صدر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإبقاء الصيادين في مواقعهم الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الشيء كان متوقع، طبعا احنا كنا متوقعين ومتعشمين كل الخير في سمو رئيس الوزراء، انه طبعا ما راح يعني يسمح انه يهمل هذه تهمل هذه الشريحه العزيزه علينا، يعني اللي هم الصيادين الهواة طبعا والمحترفين، ما كلهم طبعا عزيزين على على على, على انفسنا، وما نرضى ان يعني تزال هذه الكبان بدون ما تكون في هناك بديل لائق بهؤلاء في كل الخدمات اللي تحتاجونها. طبعا منطلق دورنا احنا في المجلس البلدي مسؤوليه تجاه الناس، وطبعا بالاطلاع عن نفسي ونيابه عن اخواني اعضاء المجلس البلدي اتقدم بالشكر الى سمو رئيس الوزراء لوقوفه المشرف مع مطالب المجلس البلدي والاهالي بتوفير المرافق العامه وخاصه السواحل المفتوحه. نعم اخ طبعا عبد في نفس الناصر، الوقت الحفاظ على مهنه الصيد وتنشيط ممارسي الصيد اللي يحافظون على هذا العمل ليتوارثون عن الاجداد. نعم. ولا يخفى دورهم في الامن الغذائي وتوريث حب العمل الشريف حق الاجيال المقبله ان شاء طيب. الله. اخ عبد الناصر، الان القرار اوصى بالابقاء على المواقع الحاليه للصيادين لحين تهيئه نعم. مواقع بديله ومتكامله لهم. نعم. ما هي المواقع الحاليه وكيف ستكون عليها المواقع المستقبليه ان شاء الله؟ احنا طبعا هذا اللي كنا نطالب فيه طبعا في المجلس البلدي، وقفنا مع اخواننا الصيادين، في عندنا سواحل، عندنا ساحل في بسيتين، عندنا ساحل في الدير والسماهيج، عندنا ساحل في تكمله ساحل الغوط، وفي طبعا بعد زياره المرافق في مرفأ المحرق ومرفأ الحد بعد كذلك، ومرفأ وعمل ميناء حق في قلالي بعد، هذه كلها الامور هذه نحتاج انه تكون في خطه من الوزاره وتكون في ميزانيه مرسوله حق هالعمل، على اساس انه يعني ما تكون مثل يعني اشياء في الهواء، يعني ما كلام فقط، نبي جدول زمني للعمل على اساس انه تتوفر هذه المرافق، والمرافق حق شو اسمه حق الصيادين المواطنين البحاره الهواة والصيادين المحترفين، نقول هواة حتى لو كان باجر يكون توفر لهم في منطقه من مناطق هم مستعدين ان يكون لهم مكان ملائم يزورون في هذه الهوايه. طيب بناء على كلامك طبعا اخ عبد الناصر، احنا نقدر نقول نعم. يعني نفصلهم ثلاث فئات او ثلاثة فئات نعم. ان تكون واضحه في التصنيف. نعم. طبعا السواحل المفتوحه اهم شيء، هي اهم السواحل المفتوحه حق الناس يعني الاشعه البحر والسباحه وغيرها لازم تتوفر، ومكان خاص حق الصيادين المحترفين في كل اللي يحتاجونه من مرافق من خدمات. لكن بعض المرافق اخ عبد الناصر يمنع فيها الصيد، هي فقط لمراكب الصيادين، ماذا عن يعني الصيادين الهواة من السواحل الذين لا يجدون منفذ بحري للصيد مثلا؟ يجب ان نوفر لهم، احنا من يكون من ضمن الخطه اللي حق تطوير السواحل يكون في حق الهواة هواة الصيد اللي يروحون، طبعا ما عندهم يعني عندهم اعمال اخرى، لكنهم يحبون يزورون هذه المهنه ويحبون ان تتم هذه تبقى في عندهم وعند عيالهم والاجيال القادمه، ما تنسى هذه الحرفه اللي هي ورثوها عن ابائنا وعن اجدادنا اللي نعم. تتم التواصل فيها. اذا المهندس عبد الناصر المحميد رئيس المجلس البلدي لبلديه المحرق، شكرا جزيلا لك.